التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا الحادي عشر ضمن انطلاقات ومنافسات هذه الفترة الصباحية. نتواصل بالصوت والصورة على المقدمة وصدارة هذا الانطلاق. من تحتل المركز الأول هنا الشبلة، تعود ملكيتها أو هنا التغيير والدخول في هذه اللحظات. من تتدخل في هذه اللحظة هنا التدخل مشاهدينا الأفاضل من قبل لمة، تعود ملكية لمة لسهيل بن سعيد العامري مع المركز الأول، تليها على المركز الثاني من الجانب الأيمن تحذير محمد بن أحمد الحميدي من يتواجد معها. وننتقل للمركز الثالث، من تحتل المركز الثالث شكرا بو محمد. من تتواصل هنا الشبلة على حيبس بن ناصر الغيثاني المري مع المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع التواجد هنا مشاهدين الكرام من قند لعبد الهادي بن علي الجربوعي المري. وعلى المركز الخامس التواجد من المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل حملة رقم 68 ورقمها غير مدون عندنا، ولكن ستصلنا المعلومة عنها بعد لحظات. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. بنعود إلى مقدمة هذا الشوط. لمة 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 مع المركز الأول سهيل بن سعيد بن محمد العامري مع لمة مع الصدارة والمقدمة. بينما وصلت في هذه اللحظات وغيرت مجريات هذا الشوط الشبلة هنا حيبس بن ناصر بن حيبس القيثاني المري من يتواجد مع المركز الثاني والمركز الثالث. هنا التواصل في هذه اللحظات من قبل قند، تعود ملكيتها لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي المري. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع من تحتل المركز الرابع هنا التقدم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. شعار هنا طواري تعود ملكيتها لمحمد بن ناصر بن سعيد بن جديد المنصوري. وعلى المركز الخامس هنا تقدم أيضا وتسلل في هذه اللحظات من قبل حدث محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. يا سلام، هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز المتقدمة الخمسة الأولى. 1200 على خط النهاية والمقدمة مع الشبلة حيبس بن ناصر بن حيبس القيثاني مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. بينما هنا الدخول، الدخول من حدث محمد بن راشد بن عبيد المنصوري من قير مع حدث مجريات هذه المقدمة. والوصول، الوصول هنا، الوصول من طواري محمد بن ناصر بن سعيد بن جديد المنصوري، ولكن حصول أيضا ودخول في هذه اللحظة. يا سلام، هناك الرياضية عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيدة، وأيضا وصول وتقدم هنا من شخصية لعلي بن محمد بن مسعود بن قطامي المري. يا سلام، وصلت، وصلت هناك الدوحة مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل مع الدوحة من تسللت هنا من عمق الميدان وقيرت إلى المركز الأول. هذه الدوحة، 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 الدوحة هي من تحتل المركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط. هذه الدوحة تعود ملكية الدوحة، تعود ملكية الدوحة مشاهدين الكرام المبارك بن محمد بن طالب بن عقيل المري. يا سلام، يا سلام على الدوحة وعلى انطلاقة الدوحة في هذا الأداء وبهذه المتعة والإثارة في هذه اللحظات. هذه الدوحة هنا تسيطر سيطرة تامة مع 300 متر الأخيرة. هنا تحركات من شعار بن قطامي على مستوى المركز الثاني وعلى مستوى المركز الثالث أيضا. شعار الشراب يتحرك على المركز الثالث، ولكن بالروح، بالروح تهانينا، تهانينا لصاحب ومالك الدوحة وصاحبة نقطة في المحلي الماضي. نعم هذه الدوحة، نعم تضيف الإنجاز لإنجازها أيضا وسجلها الحافل. هذه الدوحة تهانينا لمبارك بن محمد بن طالب بن عقيل على فوز الدوحة وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت هنا شخصية لعلي بن محمد بن مسعود بن قطام المري، أما المركز الثالث فتصل فيه متعبة لعلي بن محمد الشراب المري. أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع الرياضية لعامر بن عبد الله بن حسن الفهيدة المري. المركز الخامس
تصل على المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الافاضل شواهين لسالم بن فهيد بن عبد الله المري. تهانينا وناموس لكل الفائزين معنا في هذه الاشواط الماضيه. نتابع واياكم التوقيت الزمني ولحظه 4. هذه لحظة وصولها الدوحة إلى خط النهاية 4:43 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الدوحة مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل المري. أما المركز الثاني 4:45 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شخصية علي بن محمد بن مسعود بن قطام المري. أما المركز الثالث 4:47 74 جزء من الثانية. هذه هي متعبة لعلي بن محمد بن علي الشراب. تهانينا والناموس لكل الفائزين.